صباح الخير. اليوم سوف أتحدث معكم حول موضوع الحشرة القرمزية أو المن القطني الذي يصيب شجرة الصبار أو الصبر أو التين الشوكي. لاحظوا في هذا الفيديو كيف أن المن القطني أو الحشرة القرمزية وقد فتكت بشكل كبير وخطير بهذه النبتة التي تعتبر من النباتات التقليدية التي تعيش في المنطقة. لاحظوا كم الضرر الذي أصاب هذه النبتة الصبار أو الصبر أو التين الشوكي الحشرة القرمزية.